بعد موسم من المنافسات والمسابقات اختتمت مساء أمس الخميس فعالية دورية طنجة الكبرى طنجة الأبطال المنظم من طرف ولاية طنجة تطوان الحسيمة وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة. وشهد الحفل الختامي حضور شخصيات بارزة على رأسها وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي إلى جانب وجوه بارزة في المشهد الرياضي الدولي والوطني. كنهني مدينة طنجة بالدورة الثالثة لطنجة الكبرى طنجة الأبطال. ثم كما لاحظتوا السنة الماضية في الدورة الثانية كانت فيه فقط كرة القدم، هذه السنة انضافت كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة اللي أعطت واحد حضور نسائي كبير جدا. السنة المقبلة نحن كنحاولوا كل سنة نحسنوا هذا الدوري. كنتمناو أنه السنة المقبلة إن شاء الله اللي غادي يفتحوا الباب أمام ذوي الإعاقة اللي غادي يشاركوا لأول مرة، وغادي نفتحوا الباب كذلك باش نوسعوا الدائره ديال المشاركه ويكون باش نخلقوا واحد التنافسيه ما بين الاقاليم وما بين الجهات. وعرف هذا الحفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزه في مختلف الرياضات الجماعيه والفرديه، حيث شهد هذا الدوري مشاركه 1480 فريقا يضم ازيد من 15,000 مشارك في مختلف الفئات العمريه. تتويجات هذا الحفل لم تقتصر على المنافسات الرياضية فقط، بل تجاوزته إلى مسابقات ثقافية فنية وإعلامية كجائزة إعلام طنجة الكبرى طنجة الأبطال وجائزة أحسن أغنية في الدوري. ورافقت هذه المناسبة التي عرفت حضورا بارزا لنجوم عالميين سابقين كالبرازيليين ريفالدو وكافو تكريم عدد من الأسماء اللامعة في سماء المشهد الرياضي بالمغرب والعالم. La gente, las personas que le gusta el esporte y sabe que el rey está haciendo algo grande para su país, para el esporte. Y bueno, eso es muy importante para Marruecos y para la ciudad. Y pienso que el evento ha sido un éxito y él es muy impresionado por la ciudad de Tanger, que trouve que es una ciudad impresionante y que on peut dire es mejor que plusieurs villes européennes. Y él va sûrement revenir avec sa famille pour la visiter y pour rester plus de temps ici. واحد خريطة الطريق اللي كان عطا سيدنا الله ينصرو، لأنه لا بد نرجعوا للجمعيات ونرجعوا للملاعب القرب أول حاجة. والله يساس اللي كنا المدرسية الألعاب المدرسية، والحمد لله هذا الشيء يعطي النتائج إيجابية إن شاء الله إلا مشينا على هاد الوسيلة هذه. هذا الشيء مزيان إما المدينة إما اما لو سبور في المغرب كتبين ان بون اكزومبل من المدينه اللي كتبغي تحاول تعاون لي جون على السبور، علاش لو سبور فيها لي فالور ديال الفير بلاي ديال لا سوليداريتي، باش تعاون صاحبك باش تلعب على الارقام باش تلعب على الفير بلاي. دونك مزيان مدينه طنجه دابا كبرت بزاف، الناس كمن كيعرفوا طنجة مدينة ديال السبور. حفل كهذا لم يكن ليمر دون وصلات فنية وغنائية، وصلات أمتعت الحاضرين بسكتشات الكوميدية الجزائرية عبد القادر سيكتور وأغاني الفنان الفرنسي ميتخ جيم. سلم عليا 32 سلمة غير منك، دير لي هكذا 14، تعاود تشوف فيها تقول لي ولد خويا، وانا راني ها خلخلني. لا احنا جينا لاول مره، راني جيت لطنجة حضرت هذا الحفل هذا، وبالنسبة لمدينة طنجة
يعني كانت عندي نظرة عليها كيش نقول لك غير عن طريق الأذن، كنت غير نسمع، احنا كنا غير نسمعوا على مدينة طنجة، والناس اللي نسمعوا عليهم على مدينة طنجة كل شيء ذاك الناس يقولوا بلي مدينة طنجة زوينة، مدينة طنجة شابة، مدينة طنجة حتى لي كلمة نقية يعني لي بروبر. والله منين جيت يعني ذاك الكلام كل شيء صحيح، كل شيء صحيح بمعنى الكلمة. جي في بلي سي واحد لا فيل اللي تري بروبر. Je suis content d'avoir participé à cet événement parce que c'est une façon pour moi de participer à tout ça, à ma façon, à moi. Donc je suis vraiment content d'avoir participé à ça, à l'ambiance, il y avait une bonne ambiance, il y avait du monde. Ça ressemblait un petit peu à un vrai concert. Donc je suis vraiment content d'avoir participé à ça. Et moi, en même temps, je suis en train de préparer donc, la suite un petit peu. J'ai mon album qui est sorti l'année dernière. Et ça va bientôt faire un an qu'il est sorti. Donc là, je vais peut-être sortir de nouveaux singles d'ici quelques mois. Des nouvelles chansons, nouveaux clips, nouveaux singles. Donc ça va arriver très très bientôt. Une chanson en arabe, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. J'ai une chanson où il y a des mots en arabe, un petit peu, qui va venir bientôt.